حينما أنام بالليل دائما أرى في المنام أحلاما مخيفة وأشياء كثيرة تحدث من المعجزات والخوارق مما يجعلني دائما قلقة وخائفة، فبماذا تنصحوني أن أفعل أو أقول عند النوم حتى تختفي عني هذه الأحلام المزعجة؟ اقرأي عند النوم آية الكرسي، وهي قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه الآية في أول الجزء الثالث في سورة البقرة، فإن من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. واقرأي كذلك سورة قل هو الله أحد، وسورة قل أعوذ برب الفلق، وسورة قل أعوذ برب الناس. وهذه الأحلام المزعجة المخيفة التي ترينها دواؤها ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن تستعيذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت، وأن لا تحدثي بذلك أحدا، فإن ذلك لا يضرك. ثم إن استيقظت في أثناء النوم من هذه الأحلام فاتفري عن يسارك ثلاثا واستعيذي بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت، ثم انقلبي على الجنب الآخر، إن كنت نائمة على الجنب الأيمن فكوني على الجنب الأيسر والعكس بالعكس. وكذلك تقومين أيضا من أسباب دفع هذه الأحلام المكروهة، تقومين وتذكرين الله وتوضئين وتصلين ما شاء الله، هذا كله مما يدفع هذه الأحلام. لا. ثم إنه ينبغي لمن رأى حلما يكرهه، ينبغي له أن يستعيذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأى، وأن لا يحدث بذلك أحدا، وأن يعرض عنه بقلبه وفكره ولا يذكره، فإن ذلك لا يضره كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد، جزاكم الله خيرا.